ونروح للأخبار ومنوعات. أول خبر معنا لي اليوم خبر تقني وعربة تسوق آلية كليا، يعني صراحة من فترة لفترة بنشوف التطور الكبير اللي صاير في عالم التقنية والتطور التقني أيضا. صار في مقدورنا اليوم أن ندخل على السوبر ماركت وناخذ هذه العربة الإلكترونية المزودة بمجسمات ورؤية أيضا آلية تتعرف على المنتجات، شايفين مثل ما انتم شايفين بالضبط في الفيديو عند وضعها في العربة، وأيضا تضيفها إلى الفاتورة. يعني كل شيء راح تحطوه في هذه العربة الآلية راح ينضاف على طول دايركتلي على فاتورتكم في السوبر ماركت. وكمان مو بس كذا، إذا فجأة حبيتوا تغيروا رأيكم وشلتوا الأغراض الموجودة أو حبيتوا تغيروا المنتجات الموجودة عندكم في العربية، برضو دايركتلي على طول العربية تخصم من الفاتورة المنتجات اللي شلتوها منها. واو، طبعا يستخدم الزباين وخلاص بعد ما يخلصوا ياخذوا بطاقة الائتمان ويحطوها عليها وعلى طول يخرجوا من المتجر زي ما انتم شايفين بكل سهولة. يعني العربية او العربة الآلية تضيفوا عليها اللي راح تتسوقون فيها وبنفس الوقت تدفعوا الحساب فيها وتنتهوا. صراحة عجبني الاختراع هذا، التطور جميل. الى ايضا خبر ثاني معنا لي اليوم، سؤال هو صراحة فيه ودراسة ايضا، ليش ما نستمتع بدغدغة أنفسنا؟ يعني إذا جينا ندغدغ نفسنا ليش ما نحس بنفس الإحساس اللي نحسه لما أحد ثاني يدغدغنا؟ فهذا السؤال أتوقع حير الملايين. اليوم راح أقول لكم الإجابة، الإجابة بسيطة جدا. تقول أنه في عامل مهم مفقود في العملية لما تكون الأيدي الذي تقوم بدغدغة جسدك هي يديك أنت. ويوضح العلماء إذا قمنا بدغدغة أنفسنا فإن المخ على طول يرسل أو مركز ربط ردود الأفعال يفسر شعور اللمس الذاتي، فسبحان الله كأنه على طول تترسل إشارات للمخ ترى اللي قاعد يدغدغك هو نفسك، فما راح تحس بأي شيء لأنه ما يسبب أي نوع من التهديد وأمر غير مهم بالنهاية. فأتوقع هذه الإجابة المقنعة لهذا السؤال اللي كان محتار عبد الرحيم، كان يعرف ليش ما نحس أنه دغدغنا نفسنا ما نحس بأي إحساس. فأكيد لأن المخ راح يقول لك ترى ما في أي تهديد عليك وأنت راح قاعد تدغدغ نفسك بنفس الوقت، فبالتالي ما يكون في أي إحساس. أتمنى نكون جاوبناكم على هذا السؤال. إلى أيضا خبر ثالث وتقني نوعا ما ولكن في السيارات هذه المرة، من المزايا أيضا الجديدة التي جذبت الأنظار في هذه السيارة الجديدة راح نشوفها مع بعض، سيارة بدون مرآة وحماية. تقنيات هواوي الجديدة هو غياب المرآة الجانبية في السيارة، وحيث يتم الاعتماد على كاميرا صغيرة موجودة في الجوانب مثل اللي شايفينها تعكس صورة على شاشة مثبتة على الزجاج الجانبي عوضا عن المرآة الجانبية. يعني شايفين تغير شكل السيارة تماما، صارت المرايات كأنها بدل ما تكون من برا صارت من الداخل عبارة عن شاشات موجودة وفي كاميرا تصور وتعكس هذه الصورة على الشاشات الموجودة. هذا اختراع جميل ونشوف متى راح يكون موجود عندنا. وكانت هذه آخر الأخبار لليوم، ولكن مكملين معاكم وبعد الفاصل شباب يدعمون السياحة بطريقتهم الخاصة.